مشاهدينا للحديث أكثر عن المنظومة البنكية بالجزائر، أسعد باستضافة السيد العربي غويني الخبير الاقتصادي. أهلا بك سيدي الكريم، وتحضر معنا في النقاش من القسم الاقتصادي وفاء بن يحيى. تفضلي وفاء. أهلا بك استهام، أهلا بضيف الكريم. بداية سيدي، هل المعطيات كافية اليوم للحديث عن النظام البنكي بالجزائر؟ والله دعيني أقول لك أن المنظومة البنكية وما رافقها من مجهودات لإصلاحها ما زالت إلى حد الساعة لم تواكب أهم التطورات والمستجدات الاقتصادية. فالكل يعلم بالوضعية الآن، الوضعية الحالية للاقتصاد الجزائري، أن من بين الأسباب التي عطلت حدوث وثبة اقتصادية أو حدوث إقلاع اقتصادي في شتى القطاعات، نرجع دائما من بين الأسباب الرئيسية سبب عدم تطور المنظومة البنكية. المنظومة لما أتحدث عن المنظومة البنكية فهي مجموعة من العوامل، فهي مجموعة من المحددات في المنظومة البنكية، فيها المورد البشري، فيها التكنولوجيا والاتصالات كما تم التطرق في الروبورتاج، وفيها كذلك المنظومة القانونية التي تؤهل المنظومة المصرفية، وهناك ما يسمى بالمعايير الدولية التي تعرف بمعايير بازل إلى غير ذلك. نحن الآن ما زلنا في 2016 عندما نتحدث على تطور القطاعات وتنويع، ونحو والحكومة الآن تسعى إلى تنويع الاقتصاد الجزائري وتطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، لكن دائما تبقى عثرة كما يقال أن ما زال عندنا مشكل في المنظومة المصرفية بصفة عامة. طيب كيف لنا أن نتحدث عن ترقية الاقتصاد الوطني وترقية مجالات الاستثمار في الجزائر وخارج الجزائر مع دول أجنبية أخرى وعصرنة النظام البنكي غير موجودة اليوم؟ بطبيعة الحال لما المستثمر الأجنبي، لجلب المستثمر الأجنبي، ومن بين الشروط الأساسية والمؤشرات العالمية المعمول بها لدى الهيئات الدولية تعاملات المصرفية، ينبغي أن تتطور. لما تشوف أنت مثلا ترتيب الجزائر من بين الأشياء التي أو من بين العوامل التي تؤخر الجزائر في جذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك في احتلالها المراتب الأولى من حيث المناخ الأعمال ومناخ الاستثمار، نجد أننا عاجزنا، أقولها بهذه الكلمة بما تحمله من عبارات دالة، أننا عاجزنا على تطوير الجهاز المصرفي وأصبح لا يتلائم مع طبيعة المرحلة. للدليل على ذلك، حتى لا نكون للدليل على ذلك، شوف قوم أنت بتحويل أموالك مثلا من ولاية إلى ولاية، لا أتكلم عن الخارج، معناها أيام وأيام حتى تأخذ وقت كبير. مثلا أموال تحول من بنك مثلا البيانا في فرع في تيزي وزو إلى العاصمة يأخذ أيام. المشكل الآخر، المشكل الكبير اللي رانا واقعين فيه الآن، اللي هي بطاقات الائتمان، عندما تتحصل على بطاقة الكريدي لاكارت كريدي وتمشي أنت، عندنا مثلا البنك الخليج وعندنا السي بي آ عندها هذه البطاقة الإلكترونية، لما تروح أنت للخليج إلى الخارج تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه البطاقات، تجد. وهذا معناها حدث العديد من المرات من الزبائن الذين اشتكوا لدى هذه البنوك أن هذه البطاقة الائتمانية غير صالحة في الخارج أو تعطل لك المصالح نتاعك. معناها الآن كاين إشكال، لماذا؟ السؤال المطروح، تخيلي معي أننا الإصلاح المنظومة المصرفية أو النظام المصرفي تكلمنا عليه في بداية من سنوات التسعينيات، تخيلي من 91 ولا من 90 ونحن نتحدث على إصلاح المنظومة المصرفية إلى غاية يومنا هذا. جيد، أنت أستاذ تحدثنا على بنك الخليج، بحديثنا عن بنك الخليج وعدة بنوك أخرى أجنبية، بحديثنا عن هذه البنوك، لماذا نقول اليوم أنه في بنوك أجنبية موجودة في الجزائر لكنها لا تساهم في ترقية الاقتصاد الوطني، لماذا هي موجودة إذن؟ المشكلة الآن، هذا السؤال الذي ينبغي أن يطرح، ما هي مهام
نوعية أصلا الخدمات التي تقدمها هذه البنوك؟ من المفروض عندما لأن هذه البنوك الأجنبية وحتى عقود ربما وجودها هنا في الجزائر بطبيعة الحال لما نتحدث الآن على وجود بنك أجنبي في الجزائر تم الترخيص له من طرف من؟ من طرف البنك الجزائر لا بنك سنترال. دونك أنت لما تقدم أنت رخصة إلى هذا البنك الأجنبي لينشط في الجزائر ليس من أجل التجارة الخارجية فقط، وإنما ينبغي أن يقدم في دفتر شروط ما هي القيمة المضافة التي يمكن أن يحملها هذا البنك الأجنبي إلى الاقتصاد الجزائري. الاقتصاد الجزائري نحن بحاجة إلى تمويل، إلى تمويل المشاريع المادية الحقيقية على أرض الواقع. ماذا يمكن أن يقدم هذه البنوك تقدم للاقتصاد الوطني؟ أنا نشوف لما تشوف مثلا مسح تقوم بعملية مسح على مستوى البنوك الأجنبية الموجودة في الجزائر تجدها تشتغل نسبة كبيرة تشتغل في عملية التجارة الخارجية، ولما نقول أن التجارة الخارجية معنى عملية استيراد الاستيراد. طيب سيد العربي غويني، إلى أي مدى ربما أثرت الأزمة المالية التي يشهدها العالم وكذا التي تشهدها الجزائر على تطور المنظومة البنكية؟ والله شوفي الآن الأزمة المالية التي تتخبط فيها الجزائر بالطبع بالإضافة إلى الدول النفطية ما عندهاش علاقة علاقة بالتطور المنظومة المصرفية. الآن نشاط البنوك المشكلة الآن إحنا البنوك أنا أقول لك أنا من 91 إلى غاية يومنا هذا لم نستطع حتى في عهد البحبوحة المالية. تخيلي أن في عهد البحبوحة المالية لما وصلت إيرادات الدولة أكثر من 200 مليار دولار كانت سيولة كبيرة كتلة نقدية كبيرة موضوعة في البنوك، ولم تستطيع البنوك أن تستثمر هذه الأموال. معناها الإشكالية رغم ليست في الأزمة المالية أو الأزمة الاقتصادية بقدر أننا إحنا عجزنا على تطوير المنظومة المصرفية لعدة اعتبارات لعدة أسباب. أستاذ، في بعض الخبراء يقولون أنه تأخر المنظومة المصرفية والبنكية في الجزائر راجع لساعات العمل، أنه هي ساعات غير كافية، وأصحاب القطاع يقولون أنه ساعات كافية، بينما المواطن الجزائري يقول أنه 6 ساعات هي غير كافية. شوفي المسألة مسألة ساعات العمل من بين الأسباب التي تعطل عمل القطاع الخاص أو عمل التجارة أو عمل الصناعة أو عمل الاستيراد والتصدير، من بين هذه الأسباب الأساسية التي يعاني منها رجال الأعمال. لكن المشكل الكبير راه في التعاملات ليس فقط في عدد الساعات. أنا نقول إذا كانت نخدم 6 ساعات وهذه 6 ساعات لها فعالية الإفكاسيتي، ممكن أنا ندير الإفكاسيتي في 6 ساعات أكثر من ندير في 8 ساعات أو 9 ساعات. لكن المشكلة الآن لماذا؟ المشكلة الآن لابد على الحكومة أن تفتح ورشة من أجل الوصول إلى إصلاح المنظومة المصرفية. لا يمكن أن يتحقق النمو الاقتصادي ولا يمكن أن يتحقق التنويع الاقتصادي للحكومة راه ذهب إليه. عفوا فقط سيدي، هي نقول 6 ساعات عمل هي 6 ساعات رسمية، لكن لو نلاحظ أنه مع تأخر العامل في وصوله إلى عمله مع زحمة المرور مع أشياء أخرى أسباب أخرى تعيقه أنه يعمل 6 ساعات، يعني ترجع ظروف ثانية أنها تقل عن 6 ساعات في الوقت الذي يلتقي فيه، خاصة لو تحدثنا على التحويلات البنكية بين أوقات العمل يكون فيها البنوك الجزائرية تعمل والبنوك الأجنبية تعمل في نفس الوقت التقاء ساعات العمل. طبيعة الحال الآن الحديث المسألة التي تطرقت إليها صحيحة. المشكلة الآن ينبغي أو شرق لما تقول أنت عصرنة المنظومة المصرفية كما جاء في حديثك، معناها لما نقول أنا عصرنة المنظومة المصرفية لابد أن تتماشى مع المستجدات العالمية، لما تتماشى مع التعاملات العالمية المعروفة، تتماشى مع ساعات العمل المعروفة عالميا. ما يمكنش مثلا نظام بنكي أو منظومة مصرفية تعمل في فرنسا أو تعمل في بريطانيا مثلا 9 ساعات ولا 8 ساعات وإحنا نعمل 6 ساعات. هذا أمر منطقي. لكن أنا نقول لك الآن قبل ما نوصل إلى المسألة هذه، أنا نقول لك بلي تحويل من منطقة إلى منطقة أو من دولة إلى دولة عندنا مشكل فيه في ساعات العمل، وعندنا مشكل فيه
فما بالك عدد ساعات العمل التي الآن معروف، احنا معروف في الإدارة، معروف في المؤسسة الاقتصادية، في المؤسسة البنكية، أننا لا نحترم أوقات العمل. لو كان جينا احنا نحترم أوقات العمل ونقدس أوقات العمل لكانت الأداء نتاعنا أكثر فاعلية من هذا. طيب جيد، ابقى معنا أستاذ، سنمر إلى موضوع آخر والذي يتعلق بقطاع الطاقة. دائما يحضر معنا الخبير الاقتصادي غويني، أهلا بك سيدي مجددا ورحب بك. بحدوث بالحديث عن استطلاع رويترز، هناك أمال مخيبة ومتشائمة بخصوص ارتفاع كبير لأسعار النفط، خاصة بعد اجتماع فيينا الماضي نلاحظ أنه في ارتفاع نوعا ما في الأسعار، ما هو تعليقكم؟ والله شوف، لابد أن نقر بحقيقة بحقائق هذا الاجتماع الأخير لفيينا، ونقول أن دول منظمة الأوبك ومن خلالها دولتنا الجزائر حققت نتائج لم تكن في الحسبان. ينبغي على العاقل أن يقر بذلك، أن الدبلوماسية الجزائرية قد ساهمت مساهمة فعالة فيما وصلت إليه أسعار النفط. أسعار النفط قبل اتفاق فيينا وقبل اجتماع الجزائر كانت تتراوح 42-43، الآن راه في 54-55 دولار. لو تتذكرين معي، بعد اجتماع الجزائر أو بعد اتفاق التاريخي بعد 8 سنوات ارتفعت الأسعار. الآن اتفاق فيينا ارتفعت الأسعار، بقت الأسعار على في مقربة 55-54 دولار البرميل واحد. معناها لما تشوفي تي لا ديفيرونس اونتر 44 دولار و55 دولار، معناها تقريبا 10 دولار للبرميل ارتفاع نوعا ما. طيب، هذا الارتفاع برغم حجمه، بارابور اكوا المحللون لهذا استطلاع بطبيعه الحال، استطلاع للرأي، لماذا هذا الاحباط؟ انا نقول ان تحقيق دولار أو دولارين زيادة في فائدة الدول المنتجة للنفط. اثنين، المؤشرات الحالية اليوم مثلا على البند النهار نقرأ باللي المخزون الأمريكي بدأ في الانخفاض، هذا إن دل على شيء فإنه مؤشر لزيادة الارتفاع. النقطة الثانية، لما أنت الدولة خارج منظمة الأوبك اللي هي أقوى دولة وأكبر دولة منتجة للنفط، أقول أكبر دولة منتجة للنفط اللي هي روسيا خارج منظمة الأوبك بحوالي 10.6 مليون برميل يوميا، رحبت وساعدت الواش ساعدت لتخفيض إنتاجها ب 300,000 برميل يوميا، وتسعى وفق الدول خارج منظمة الأوبك إلى الانضمام إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي حدث. وبالتالي نحن الآن طبيعة الحال هناك عوامل جيوسياسية وعوامل سياسية لا نستطيع أن نتحكم فيها، لكن الرؤية الاستراتيجية لأسعار النفط تميل نحو الارتفاع. لكن إذا قارنا بأن الأسعار النفط سوف تصل إلى الأسعار التي كانت من قبل، هذا هنا نظرة تشاؤمية. هنا نقول لك نعم، ما تقدرش الأسعار تتجاوز 100 دولار للبرميل، لكن احنا مثلا ما يهم الجزائر، احنا درنا السعر المرجعي 50 دولار للبرميل، فوق ال 50 دولار للبرميل في فائدة الجزائر. طيب ماذا عن اجتماع المرتقب للدول الغير المنتجة للنفط مع الدول المنتجة في العاصمة الروسية موسكو في 10 ديسمبر المقبل، ما هو الجديد الذي ممكن أن يقدمه هذا الاجتماع؟ هو لا، شوف لا أقول الجديد، وإنما أقول أن هناك تحول تاريخي. هو من الجانب الروسي، موسكو تقول أنها ستعلن عن جدول تخفيض الشركات الروسية لإنتاج النفط بعد هذه المحادثة. إذن هو هذه إشارات دالة على أن روسيا مستعدة لكي تساهم في توجهات المنظمة الأوبك حاليا. عفوا فقط أستاذ، هي في استعداد كبير وجيد من طرف الشركات الروسية، من بينهم شركة أويل. يوم أمس كانت معلومة تقول أنه في عدة شركات روسية هي مستعدة من أجل خفض إنتاجها من النفط. بطبيعة الحال هذه مؤشرات، كلها مؤشرات دالة على أن الدول خارج منظمة الأوبك سوف تتجه إلى اتفاق حتى يقضي. حتى أن العراق ستشارك يعني. بطبيعة الحال سوف يقضي، حتى رئيس الحكومة العراقي رغم الأزمة التي يمر بها العراق أبدى استعداده لتخفيض
كمية الإنتاج. معنى وش معنى في المحصلة النهائية؟ أن هذا الاتفاق، أن هذه الدول على رأسها روسيا مستعدة لتدعيم موقف الدول منظمة الأوبك، وبالتالي النتائج الأخيرة واش؟ لأن رايحين نخفضوا من التخمة المعروضة في السوق العالمي. إذا استطعنا أن نخفض من الكمية المعروضة في السوق النفطي معناه أن الأسعار سوف ترتفع، لكن هذا الارتفاع لن يصل إلى ما كانت عليه الأسعار النفطية. جيد، الخبير الاقتصادي رعب غبيني، شكرا جزيلا لك لقبول الدعوة، وشكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. إذن